أكد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح أن بلاده تشهد حوارا استراتيجيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناظره الأمريكي أنتوني بلينكن، أوضح وزير الخارجية الكويتي أن مجالات التعاون مع الولايات المتحدة تشمل مجال التعليم والأمن السيبراني، فضلا عن التعاون في مكافحة فيروس كورونا. تحدثنا بالنسبة إلى أهمية إيلاء الجولات بالنسبة إلى الحوار الاستراتيجي كافة ما يهم البلدين، وإضفاء صبغة أخرى للعلاقات الثنائية. نتطلع إلى الجولة الخامسة من الحوار بين الكويت وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ونعتقد ونحن الآن كلا البلدان والعالم يمر في جائحة كورونا، لعله من المفيد تبادل الخبرات فيما يتعلق في مكافحة هذه الجائحة.